الرحيم. المحمل العثماني يمكن اول مره يتعمل، الحمد لله فضل ربنا. دي كاس المفاتيح بتاعته، 2 كيس، ودي الرايه اللي بتحط فوق المحمل خالص، طبعا عشان مقاسه كبير مش قادرين نرفعها فوق. دي بدايته، آية الكرسي، فوق اسم السلطان والامضه بتاعته، والله محمد. ودي الاربع رايات، ودي الرايه اللي كلها نحاس. ودي كده آية الكرسي، ده بيقول سيدنا ابو بكر وعمر. ودي الفرنشات من تحت، وآية الكرسي من فوق، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. طبعا الحمد لله المحمد ده يمكن أول مرة تعمل بالمنظر دوت، لأن مفيش مكان فيه فاضي، كله قماش حرير. عثمان علي، آية الكرسي احنا بنلف بيها داير ما يدور حوالين المحمل كله. وهنا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ودي بقية المحمل، احنا كده بلف حوالين المربعات. ودي الرايات عن قرب، كل شغل سلك مصري فضة، وراية فوق طبعا كان مقاسه باين. ده الحسن حسين داير ما يدور. ودي الراية الأخيرة مكان ما بدأنا، كلها نحاس العمدان. ودي رجعنا الأول حاجة خالص، جاهز للتعتيق الحمد لله. ده كده بفضل ربنا، ودي صورة أخيرة ليكم.